طب هل فكرة يا كابتن انه البطولة على ارضنا ممكن بتدينا افضلية؟ اكيد طبعا، عامل الجمهور مهم جدا، عامل ان احنا عندنا دلوقتي احنا نلعب في 4 صالات في مصر. صاله الاستاد، صاله القاهره دي بتشيل 25,000 متفرج. طبعا دي رعب لاي فرق اوروبيه. المفروض عندنا صاله برج العرب، عندنا العاصمه الاداريه صاله، عندنا في 6 اكتوبر دي صاله، دي 4 صالات اللي هم هيلعبوا عليهم البطوله. اعتقد عامل الجمهور مهم جدا جدا جدا، الحافز للعيبه ان الجمهور يبقى معاهم في ظهرهم، والدوله موفرهم كل حاجه لغايه دلوقتي، ان الدوله والجمهور والاتحاد وكل المسؤولين عن اللعبه في ظهرهم، ان دي اعتقد ان دي ان شاء الله يبقى حافز كبير ليهم. واحنا كلنا ثقه في الجمهور المصري يا كابتن، انه حتى اللي مش بيحب قوي كره اليد او يعني مش شعبيتها مثلا زي كره القدم، بس برضو الناس هتروح وهتشجع المنتخب باذن الله. اللي انا اعرفه ان انا ماشي دلوقتي في الشارع، في النادي، في شغلي، عارفين ان خلاص في بطوله عالم عندنا طبعًا. في شهر واحد دي عامل مهم جدا. الصاله دي زي ما اتملت سنه 90 و91 في افريقيا تتملي تاني، ساعه كاس عالم برضو للشباب تتملي تاني. اتوقع ان شاء الله ان الجمهور هيملى الصاله بنسبه كبيره جدا.